فالآن السؤال الرئيسي: ما حقيقة العالم؟ هذا السؤال الذي استغرق عادة أو يستغرق عادة تقريبا أكثر من ثلث كتب الكلام، هي بحث أولا في قوانين العالم، ثم بعد ذلك الحكم عليه بأنه إما قديم وإما حادث، إما واجب وإما ممكن. طبعا هذا الأمر لن يتم، لن تستطيع أن تفهم حقيقة العالم قبل أن تفهم أولا ماذا؟ هذا الشيء الذي أنت أصلا به ستحكم على هذا العالم، العقل الذي هو منشأ هذه الأحكام. عندما نقول العالم واجب أم ممكن، من الذي سيحكم؟ هل الحواس ستحكم؟ الآن مثلا يا شيخ يوسف سليمان، عفوا يا شيخ سليمان، هل بحواسك ستدرك أن العالم ممكن وليس واجب؟ حاول، حاولوا، المسوه مثلا، لا أدري كيف، شموا العالم. طيب بعضكم سيقول أنا أشاهد بعيني مثلا نهار ليل شتاء صيف تغير وتبدل في العالم، إذن أنا أدركت بالحواس أن العالم المتغير حادث، هل هذا حكم الحواس؟ لا، الحواس فقط أدركت أن الآن نهار بعد قليل ليل، أو حتى ليس هذا، الحواس لا تسميه ليل ونهار، الحواس تدرك ضوء عتمة، برد حرارة، العقل هو الذي يحكم. الحواس تعطينا الإدراك الحسي. ما معنى إدراك حسي؟ أنا الآن رأيت شيئا فقط، هذا هو دور الحواس، انتهى. ما هو هذا الشيء؟ العقل هو الذي يحكم وليس الحواس. هذا الذي أمامي إنسان، حجر، شجر، هذه كلها أحكام عقلية وليست حسية. ولذلك لا تظنوا أن الحواس، وهذه أيضا إشكال الفلسفات المعاصرة المادية التي تعتبر أن الحواس كافية والتجربة الحسية كافية في الوصول إلى الحقائق. كيف تكفي والحواس لا تحكم؟ الحواس يا إخوة تدرك، والإدراك من باب التصورات وليس من باب التصديقات. الإدراك تصور، يعني حصلت، هذا أمامنا الآن كاميرا، عندما رأيتها بعيني حصلت صورة الكاميرا في ذهني، فالذي أدركته وجود جسم، لكن ما هو هذا الجسم؟ هذا هو طبعا دور العقل، هو الذي يحكم به. لذلك ستكون المقدمات في هذا الكتاب وفي كل كتاب من كتب علم الكلام في بيان ما معنى الحكم العقلي، وما معنى أن الأحكام العقلية منقسمة إلى واجب وممكن ومستحيل، ثم بعد ذلك يكون التدريب العملي. أنت الآن انظر في كل ما حولك ثم احكم عليه. وجودك يا نور واجب أم ممكن أم مستحيل؟ وجود هذا الكتاب، وجود السماء والنهار والعالم، وجود الله، وجود جسم متحرك وساكن في نفس الوقت، قوانين الفيزياء، قانون الجاذبية، هذه كلها قضايا. بعد أن تفهم أنت أصلا ما معنى حكم عقلي، واجب، ممكن، مستحيل، مطلوب منك بعد ذلك أن تختبر أنت هذا الوجود الذي ترى. لذلك الطالب الذي سيكتفي مثلا بالأحكام العقلية التي سيقرأها هنا فقط، سيقول لك هنا العالم ممكن، تكتفي بأن العالم ممكن، لا تبحث مثلا القلم ممكن أم واجب؟ طب القلم الساكن، القلم المتحرك، القلم الساكن والمتحرك معا، هذا مثال على تدريب نظري. طب الآن لو قلت هذا القلم الآن هو ساكن أم متحرك؟ لكن الأرض تدور حول نفسها وحول الشمس، إذن هذا الآن متحرك أم ساكن؟
أحسنت، بارك الله فيك، هذا هو الجواب. بأي اعتبار؟ بأي اعتبار؟ طبعا لا يقول لي أحد الآن سيكون ساكن متحرك في نفس الوقت، طبعا هذا تناقض عقلا، لكن الآن بأي اعتبار؟ باعتبار ذاته طبعا ساكن، باعتبار المحل الذي هو فيه الذي هو العالم يكون متحركا، وهكذا يبحث الإنسان في أحكام الوجود الذي حوله. هذا هو معنى حديث النبي الذي قلنا أذكر في الدرس الماضي صلى الله عليه وسلم: من عرف نفسه عرف ربه. من عرف نفسه حادثا ممكنا أدرك أن له ربا واجبا قديما. ولا يمكن إدراك أن لك رب واجب قديم قبل أن تدرك أنك مخلوق حادث. من عرف نفسه عرف ربه.